تشكل مهنة غسيل السيارات مصدر رزق للعشرات من الشباب الموريتاني، حيث تستقطب الكثيرين بشكل يومي لما توفره من دخل لهؤلاء، رغم أنها من المهن غير المصنفة في البلاد. الزميل الشيخ المهدي النجاشي تجول زوال اليوم في مغاسل السيارات وأعد التقرير التالي. 15 عاما والقرشاني يعمل على أرصفة الطرقات في مهنة غسيل السيارات، والتي يقول إنها قدره وإنها أعطته من التجارب قدر ما أعطاها من عمره، فهي مهنة شريفة ومدرة للدخل. كل 21 سنة هو اشتغل قدامي المرسل مستفاد منها، شغلة زينة ما شاء الله، ونجبر فيها الفضل. قانتني عن السرقة وقانتني عن الرضاعة، سمعت الآن يفاصل في شيء ما شاء الله، الآن متفضل نجبر فيها الفضل. ليس القرشاني العامل الوحيد في مهنة غسيل السيارات، بل إنه ضمن العشرات الذين امتهنوا هذه المهنة ووجدوها خير ما يكسبون به قوتهم وقوت عيالهم. هي مهنة فيها الفضاء، الناس المستفادة منها بعد اللي ما عشت فيها الفضاء، اللي دخل منها دقاش باش يعدل صغاره باش يعيش بها هو، لا راك تاولي فيها. قد يظن الكثير من الناس إنها مهنة بسيطة جدا، لكن العارفين بها يقولون إنها مهنة خلقت محاطة بالمخاطر، بدءا بالمس من الأمانة وانتهاء بمخاطر الشارع. ورغم كل ذلك فهناك معوقات يقولون عنها. الوتات يقول لنا الطالي ما يخلونا نستفاد من الشغل، حاج أمن واللصوص استفادين من هاي الشغلة، يقول لنا الوتات المهم ساقلين وكم لصوص في المبدية. تنتشر هذه الظاهرة اليدوية العملية في نواكشو بقدر ما تحتوي من العاملين بها يوميا. أن تعمل بيدك فأنت إنسان رائع، وأن تعيش من عرق جبينك فأنت تعيش بكرامة، هكذا هو حال العشرات من العاملين في مهنة غسيل السيارات على أرصفة العاصمة نواكشو. الشيخ مهدي النجاشي، الساحل تيفي، نواكشو.